مرحبا، يعطيكم العافية. معكم زميلتكم رافع بيدات من فريق DST 2018. بهذا الفيديو حكمل معكم شرح مادة الدنتال أناتومي. وصلنا لآخر مرة لسكشن نمبر 6. رح نحكي فيه اليوم عن الترمينولوجي، المصطلحات اللي بنستخدمها to describe tooth morphology، اللي بنستخدمها لحتى نصف الشكل الخارجي للسن. رح نحكي عن الترمينولوجي اللي بنستخدمها للاناتوميك كراون وللاناتوميك روت. اول سكشن بهذا الفيديو رح نحكي عن الاناتوميك كراون. عندنا بالاناتوميك كراون عاده بيكون عندنا شيء اسمه elevations، ارتفاعات، وحيكون عندنا شيء اسمه depressions، انخفاضات. بالelevations رح نحكي عن الكسب والكسب ريدجز، عن السنجلوم والمارجنال ريدجز، عن السيرفيكال ريدج، وعن الماميلونز، وعن البيريكايماتا. وبالديبريشنز رح نحكي عن السلكس والجروف والفوسا والبيت والفيشر. الكسبس، شو هم الكسبس؟ كسبس is a pyramidal elevation with a peak called a cusp tip. هو ارتفاع على شكل هرمي مع قمة بنسميها cusp tip. البيك هاي أو القمة هاي أو الكسب تب هي عبارة عن طرف بفرجينا إنه قمة هذا الكسب. عادة منلاقيه على الأكلوزر سيرفيس للمولرز والبريمولرز، وعلى الإنسايزل سيرفيس بس للكينينز. معناته الكسبس مو موجودة عنا بالإنسايزرز، موجودة بس عنا بالكينينز للأنتيريور تيث. الكينينز عندهم كسب واحد. بهاي الصورة، أول صورة على إيدكم الشمال، هذا عنا كينين. زي ما أنتم شايفين الكينين هذا بس عنده كسب واحد. هذا اللي على الماوس اللي أنا بأشر له، هذا بنسميه كسب. والدائرة هاي بنسميها الكسب تب، اللي هي القمة أو البيك للكسب. أما بالنسبة للبريمولرز، عادة بيكون عندهم يا اثنين يا ثلاثة كسبس. بالصورة هاي اللي بالنص، مكان ما أنا عم بأشر، هذا هو كسب، بنسميه هذا كسب. وهاي القمة اللي أنا عم برسم دائرة عليها، هذا هو الكسب تب للبريمولر. هذا أول كسب للبريمولر، واللي ورا لينجولي هذا ثاني كسب للبريمولر. وبالبريمولر اللي نازل لتحت، هذا أول كسب والكسب تب، هذا ثاني كسب، وهذا ثالث كسب. فالبريمولرز عادة بيكون عندهم يا 2 كسبس يا 3 كسبس. And most molars have from 3 to 5 كسبس. المولرز بيكونوا من 3 ل 5 كسبس. الصورة اللي على إيدنا اليمين بتفرجينا a molar. In this molar we have how many cusps. فهذا أول كسب، هذا ثاني كسب، هذا ثالث كسب، واللي بعده رابع، واللي بعده هنا رابع كسب، وهنا عنا خامس كسب. فبهاي الصورة بالمولر أسفل كان عنا 5 كسبس. عنا إشي اسمه كسب ريدجز. الكسب ريدجز هما 4 converging ريدجز toward the cusp tip forming a pyramid. مش حكينا نحنا الكسب بيجي على شكل هرمي؟ فالريدجز هي هاي بتيجي زي ارتفاعات تانية على شكل، بتيجي على شكل زي الخطوط. خطوط هيك بتيجي شوي نافخة وشوي يعني فوق سطح السن. فبيكون عنا للكسب تب بيكون عنا 4 كسب ريدجز. هون حرف الأكس بيمثل لنا الكسب تب، وهاي الخطوط بتمثل لنا الكسب ريدجز. فزي ما انتو شايفين هذا أول كسب ريدج، هذا تاني كسب ريدج، هذا ثالث كسب ريدج، وهذا رابع كسب ريدج. فهدول لما نرسمهم سوا ونعمل connecting للpoints بتفرجينا إنه هو جاي على شكل pyramid. لنأخذ هذا الexample، هو two cusp premolar. Premolar عنده two cusps.
الاكس هنا جاية بتمثل لنا الكسب تب، تمام؟ فحكينا نحنا حيكون عنا كم بريدج؟ حيكون عنا 4 cusp bridges. رقم واحد هذا شايفينه هيك، هذا بيكون عنا الميزيال cusp bridge. رقم اثنين حيكون عنا distal cusp bridge. رقم ثلاثة حيكون عنا buccal cusp bridge. ورقم أربعة حيكون عنا triangular cusp bridge. هنا عنا بالكينين، الكينين حكينا بيكون عنده بس كسب واحد، هاي هو الكسب تب. زي ما نحنا شايفين عنا واحد الميزيال كسبريج، اثنين عنا الدستال كسبريج، وهنا رقم خمسة سميه ليبيال لأنه جاي على جهة الليبيال للسن، ورقم ستة بنسميه لينجوال لأنه جاي على الجهة اللينجوال لسه. هلأ هنا بالبريمولر ليش سميناها triangular cusp bridge؟ حتبين معانا بالسلايدات الثانية والجاية، ورح نفهم ليش سميناها هنا triangular cusp bridge. تمام. أول شيء البكل cusp bridge، ليش سميناها بكل؟ لأنه السن هنا بيكون it's gonna be facing the buccal side لل of the tooth، فبنسمي هذا الرج أو هذا الارتفاع شوي نسميه buccal ridge. بعدين عنا اسم إشي اسمه الميزيال والدستال cusp bridges. الميزيال ليش سميناها ميزيال cusp bridge؟ لأنه جاي وين؟ على الجهة الجهة الميزيال للسن. هنا سميناها دستال لأنه جاي على الجهة الدستال للسن. هنا حكينا إشي اسمه ميزيال cusp bridge of the buccal cusp. مش حكينا هنا بهذا البريمولر عنا بيكون 2 cusps. ال 2 cusps عنا هدول بيكون واحد جاي على الجهة البكل وواحد جاي على الجهة اللينجوال، فبيكون عنا كمان أكتر من ridge زي ما حكينا لأنه عنا أكتر من cusp. فحيكون عنا أول ridge حيكون عنا ميزيال cusp ridge of buccal cusp. هنا حيكون عنا ميزيال cusp ridge of lingual cusps لأنه هنا حكينا عنا اللينجوال cusp، فحيكون إله ميزيال cusp ridge لحاله. ونفس الإشي بالدستال سايد، حيكون عنا distal cusp ridge of the buccal cusp لأنه هنا على البكل cusp، وهنا حيكون عنا distal cusp ridge لللينجوال cusp لأنه جاي على الجهة اللينجوال. هلأ الميزيال والدستال cusp ridges كمان نقدر نعرفهم نسميهم cusp slopes أو cusp arms، بيجوا زي الذراع اللي ترتفع لتوصل لجهة الكسب. التريانجولر ريدجز، التريانجولر ريدجز بنسميه التريانجولر ريدجز بيكونوا بس موجودين بالبريمولرز وبالمولرز. على التريانجولر سيرفيس أو التريانجولر ريدج هي سيرفيس that slopes down from a tip of a cusp of a molar or premolar للcenter of the occlusal surface. معناتها التريانجولر ريدج بيجي من الكسب تب للمولر أو بريمولر وبينزل نزول لحتى يوصل وين؟ على الأوكلوزل أو center of occlusal surface للسن. فعنا هنا عنا بالبكل كسب هذا عنا أول تريانجولر ريدج نازل هيو بيجي تريانجولر هيك، وللينجوال كسب تب عنا هنا كمان triangular ridge بيكون كمان نازل من اللينجوال كسب تحت لحتى الأوكلوزال سيرفيس center of the occlusal surface. هدول اللي بيكونوا بالpremolars والmolars بنسميهم triangular ridge. هلأ شو هو الtransverse ridge؟ هو it is formed when a triangular ridge from a buccal cusp joins the triangular ridge from a lingual cusp. معناته الtransverse ridge هو اجتماع التريانجولر ريدجز اللي جاي من البكل كسب، واجتماع الثاني كمان التريانجولر ريدج اللي جاي من اللينجوال كسب. هدول الاثنين سوا يعني هاي المنطقة كلها بنسميها الترانسفيرس ريدج. شو الترانسفيرس ريدج؟ again it is formed when a triangular ridge from a buccal cusp joins the triangular ridge from a lingual cusp. هلا عنا إشي اسمه labial ridge.
On this maxillary canine, هون عم نحكي عن canine, a labial ridge can be seen running from the cusp tip cervically along the labial surface. شايفين هذا الكينين؟ هذا هو الكسب تب تبعه, تمام؟ بهذا الكسب تب عنا رج, إذا هون واضح أو مبين, هون عنا ارتفاع شوي. هذا الارتفاع من وين بيبلش؟ بيبلش من الكسب تب تبع الكينين, بيطلع سيرفيكالي. لما نحكي سيرفيكالي معناته بيطلع للسيرفكس اللي هو الجزء الثيرد بورشن اوف ذا توث. معناته الكسب الليبيال ريدج ببلش من الكسب تب, بيضل طالع لفوق لحتى يوصل للسيرفكس. هذا بنسميه الليبيال ريدج لانه الكينان بيكون از فيسينج ذا ليبيال سايد. وعندنا شيء اسمه اللينجوال ريدج, نفس الشيء على هذا الكينان. عندنا a prominent lingual ridge is visible running from the cusp tip cervically to the cingulum. السينجلوم كمان حنشرحها بالسلايدات الثانية. السينجلوم هو بيكون عبارة عن انتفاخ بيكون بالجزء السيرفكس, الجزء العنقي للكراون, تقريبا بيكون هون, هذا بنسميه سينجلوم, تمام؟ وهاي هون الكسب تب, ومن الكسب تب لحتى السينجلوم عنا ايش؟ عنا اشي اسمه لينجوال ريدج اللي هو هاد. ايش هو اللينجوال ريدج؟ So it is a ridge that is running from the cusp tip cervically. Cervically معناته لحتى يوصل لحد لعنق السن, to the cingulum لحتى يوصل للسينجلوم. هلا بدنا نشرح السينجلوم والمارجنال ريدجز. فشو هي السينجلوم؟ So it is a prominence or a bulge in the cervical third of the lingual surface of the crown. موجود بالانسايزرز, موجود بالكينين. فشو هي السينجلوم؟ هو prominence, هو نتوء أو انتفاخ. وين موجود؟ موجود عندنا بالcervical third of the lingual surface للcrown. So موجود عندنا وين؟ بالcrown. موجود كمان, غير إنه موجود بالcrown, موجود عندنا بالcervical third, تمام؟ وهو عبارة عن انتفاخ زي ما أنتم شايفين بالصورة, شايفين هاي الدائرة الخضراء, هي هاي بنسميها السينجلوم. وعندنا إشي اسمه marginal ridges. marginal ridges, marginal معناتها أطراف. ridges زي ما حكيناها اللي هي اللي بيكون كمان ارتفاع شوي على فوق سطح السن. of anterior teeth. فشايفين هنا, شايفين لأنه هنا طرف السن, هنا فبنسميه mesial marginal ridge. هنا لأنه distal side وطرف السن فبنسميهم distal marginal ridge of anterior teeth. هنا عنا marginal ridges بس إيش؟ للposterior teeth. نفس الإشي حكينا لأنه بنحكي نحن عن أطراف السن, فحيكون عنا بالposterior teeth distal marginal ridge, وكمان حيكون عنا جهة الميزيال mesial marginal ridge. وهاي الدائرة برجع بذكركم عنا هون الكسب تب, وحكينا من الكسب تب بنزل عنا distal cusp ridge, وحينزل عنا mesial cusp ridge, تمام؟ وهون بالنص حكينا حيكون عنا triangular ridge, وفوق حيكون عنا البكال ridge. فأطراف السن حيكون عنا إشي اسمه mesial marginal ridge مش cusp ridge, لأنه نحنا هون مش عم نحكي على ارتفاع جاي من جهات الكسب, لا هو جاي marginal معناته جاي على طرف السن. رح نحكي عن cervical ridge. cervical يعني جاي عنق, جاي جهة النك أو عنق تبع السن, والرج وهو الارتفاخ أو البروز اللي شوي طالع. So cervical ridge بنسميهم كمان crest of curvature or height of contour. رح تسمعوا كتير هاي المصطلحات باللاب, والمستات اللي باللاب حصيروا يحكوا لكم crest of curvature أو height of contour مش مبين عندك كتير, مثلا لما أنت تصير تشتغل على السن فبصير بدك توضحه أكتر. فشو هو cervical ridge وين جاي؟ cervical ridge بهاي الصورة, هاي الصورة هتكون عنا buccolingual. فشايفين هاي الارتفاع شوي, يعني هون شايفين هاي الكسب تب, تمام؟ بس نازلة, بس ما نزلت بشكل مستقيم,
شوي طلعت هون زي الكرة أو زي الدرج أو إشي يعني prominent بين أكتر، فهذا بنسميه هو cervical ridge. ليش cervical؟ لأنه جاي على الجهة عنق السن، فبنسميه cervical ridge. وهون نفس الإشي، هذا عندنا mandibular second molar، شايفين هون هذا الخط اللي شوي طالع فوق السن هيك زيادة، هذا نفس الشيء اسمه cervical ridge. هون من الأوكلوزال فيو بيبين هون فوق، سميه بكل cervical ridge. وهون من هاي صورة حتكون عندنا مبين ميزيو ديستالي. هون نفس الإشي بالcervical third الموجود بالسن، عندنا إشي اسمه cervical ridge اللي هو الرج أو الهايت اوف كونتور اللي بيكون شوي مبين بالcervical third للسن. رح نحكي عن الماميلونز. شو هم الماميلونز؟ So الماميلونز are three small bulges or tubercles on the incisal edge of a newly erupted incisors. معناته الماميلونز هدول وين بيكونوا موجودين؟ على newly erupted incisors بس. هم bulges، هم انتفاخات. ما بعرف إذا بتشوفوا عندكم إخوان صغار، ما بعرف إذا انتبهتوا على أسنانهم، بس أسنان الأطفال دائما بالعادة بيكون عندهم زي هذا اللي هم هدول البولجز أو هدول الانتفاخات اللي بيجوا هيك تلات، بيكون طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل، هدول بنسميهم ماميلونز. هدول مع الوقت ومع الأكل ومع التوث وير رح يختفوا، وبصير عنا سطح السن جاي مسطح وجاي يعني مسحة واحدة. أما لما يكون الأسنان لسه هلأ طالعة وهسه لسه جديدة، بتكون عنا شكل الماميلونز. هذا بس بيكون بالنيولي إربتد إنسايزرز، معناته بالأسنان اللي طالعة جديدة، بالإنسايزرز اللي طالعة جديدة. هنشرح إشي اسمه بيريكايماتا. شو هي البيريكايماتا؟ are numerous كتار minute صغار، يعني كتار وصغار horizontal ridges on an enamel of a newly erupted permanent teeth. موجودين وين؟ بالpermanent teeth، موجودين كمان بالnewly erupted. تمام؟ هم horizontal جايين أفقيين زي هيك، شايفين هدول الخطوط هيك جايين أفقيين، هدول بنسميهم pericaimata. هم هدول ridges أو انتفاخات صغيرة عددها كتير، بيكونوا طالعين بالسن الpermanent الجديد. These lines are closer together in the cervical third of the crown than in the incisal third. بالcervical third يعني بهاي المنطقة بالسن، البيريكايماتا بتكون كتير رابعة لبعض. أما بس نبلش ننزل لتحت بالincisal third، زي ما أنتوا شايفين البيريكايماتا بلشت شوي تبعد عن بعض، الخطوط الأفقية هاي شوي صار بينها بالفراغات. أما بالنسبة لما نكون بالcervical third، الخطوط الأفقية هالhorizontal lines بيكونوا أقرب لبعض أكتر من الincisal third. السلكس. هنا هنبلش نحكي عن الdepressions الموجودة بالسن. شو هو السلكس؟ It's a broad V-shaped depression or valley on the occlusal surface of each posterior teeth. Posterior teeth حكينا هم premolars ومolars. Running بيكونوا mesiodistally between the buccal and the lingual cusps. شو هو السلكس؟ هو عبارة عن إشي واسع جاي على شكل V، بيكون زي الوادي. Valley معناتها وادي، زي الوادي بنشوفه. بيكون جاي على جهة الoclusal surface للposterior teeth، بيكون جاي من mesiodistally مش buccolingually، لا mesiodistally، بيكون ممتد من البكل كسب لللينجوال كسب. The sulcus is formed by sloping of the buccal and lingual triangular ridges. تذكروا triangular ridges اللي حكينا عنهم، اللي بيجوا واحد بيجي من البكل كسب وواحد بيجي من اللينجوال كسب. هلأ السلكس بيكون بيتكون من خلال هدول triangular ridges.
that converge toward the developmental grooves located on the depth of the sulcus on each posterior tooth. فالسلكس بيجي هون هيك تحت السن بكون زي الوادي. هنحكي إشي اسمه grooves. So شو هي الgrooves؟ It's a linear channel, هي قناة خطية دائما بتكون موجودة بين الكسبس in the depth of the sulcus and between the ridges. هذا هو السلكس تمام، هو بيجي زي الوادي، وعنا بهالوادي عنا إشي اسمه grooves. هلأ كل سن بيكون عنده يا major developmental groove يعني إشي هو prominent يا minor supplemental groove. ال major developmental groove بيكونوا major، بيكونوا sharply defined واضحين، بيكونوا narrow، بيكونوا linear depressions that formed during tooth development and usually separating the lobes or major portions of the teeth. بالسكشن اللي قدام حتعرفوا معنى lobes، وإنه السن بيتكون من أكتر من لوب، وإنه السن لما بيطلع بيتكون من وحدات بنسميها lobes. بتطلع هاي اللوبس وبتكبر والسن بعدها بيلتحم. فالmajor developmental groove هي دليل على إيش؟ على التحام السن من أكتر من جزء. وعندنا minor supplemental groove، هدول بيكونوا شايفين حرف الأس هنا، هدول بيكونوا صغار ومش واضحين كتير ومش دائما موجودين، بس ما بيكونوا developmental grooves، هدول بنسميهم supplemental grooves. فالmajor developmental groove له أنواع، عندنا buccal, lingual, central, triangular ومارجينال. نبلش بالبوكال جروف. البوكال جروف بيكون طالع هيك جهات، بيكون طالع جهة إيش؟ البوكال. فهيك صار عنا بوكال جروف وصار عنا بوكال كاسبريدج، ما تخربطوا بيناتهم. الجروف بيكون الجروف بيكون جاي زي الحفرة، زي الانخفاضات بالسن، ما بيكون على مستوى ما بيكون على مستوى سطح السن، لا بيكون تحت سطح السن. واللينجوال نفس الإشي، اللينجوال جروف جاي جهة اللينجوال سايد، بيكون نفس الإشي زي الخط اللي هو منخفض تحت سطح السن. عندنا السنترال اللي هو بالنص، هاد شايفينه، هاد بنسميه السنترال جروف. هلأ السنترال جروف هنا بصير يتقسم لإيش؟ لتريانجولار جروفز. بصير عندنا مثلا ميزيو بكال تريانجولار جروف، بصير عندنا ديستو بكال تريانجولار جروف، ديستو بكال تريانجولار جروف، حيصير عندنا ميزيو لينجوال تريانجولار جروف، حيصير عندنا ديستو لينجوال تريانجولار جروف. الفوسي، so what is a fossa؟ So a fossa is located at the mesial and distal ends of the central groove on each posterior tooth. تذكروا السنترال جروف اللي هلا شرحناه قبل شوي، حكينا بعديها بيتفرع لديستو بكال تريانجولار جروف، راح يتفرع لديستو لينجوال تريانجولار جروف، بهاي بالنسبه للديستال سايد. بالميزيال سايد حيتفرع على ميزيو بكال تريانجولار جروف، راح يتفرع على ديستو حيتفرع على ميزيو ميزيو لينجوال تريانجولار جروف. النقطه هاي او الحفره هون بيكون عندنا حفره او نقطه بنسميها فصه، هاي النقطه اللي هي بتفرع لنا السنترال جروف لديستال جروفز وميزيال جروفز. فهون عنا شايفينها، هون مكان، هون الدائرة اللي أنا رسمتها والدائرة اللي أصلاً موجودة عنا بتشير لنا للديستال تريانجولار فوسا أند بيت، فبنسميها ديستال تريانجولار فوسا على جهة الديستال، وعلى الميزيال بنسميها ميزيال تريانجولار فوسا. هم بيكونوا شالو ديبريشنز يعني انخفاضات خفيفة زي الحفرة، هيك حفرة صغيرة، مش حفرة كبيرة، لا حفرة صغيرة بيتفرع منها السنترال جروف. Most molars and three cusp premolars have an additional central fossa. نحن هنا شرحنا الفصة الميزيال فصة والدستال فصة،
وكمان المولرز والثري كسب بري مولرز بيكون عندهم فوسة ثالثة بنسميها السنترال فوسة، بتكون هون بالنص. مش هذا السنترال جروف؟ هون من السنترال جروف كمان طالع عنا ايش؟ طالع عنا جروف تاني. فالجروف هذا اللي بيطلع بالنص شو بنسميه مثلا اذا كان جاي جهة اللينجوال بنسميه لينجوال جروف. هون هاي النقطة اللي هون اللي عليها الدائرة حمراء بنسمي النقطة اللي بيتفرع منها او الحفرة اللي بيتفرع منها بنسميها سنترال فوسا اند بيت. وهنا نفس الاشي بالفوركس مولر، عنا بالسنترال طالع عنا بكل جروف وطالع عنا لتحت لينجوال جروف. هاي النقطة هنا بنسميها سنترال فوسا. Many anterior teeth, anterior teeth زي الانسايدرز have shallow broad lingual fossa. معناته حتى الـ الانتيرير تيث مرات بيكون عندهم فوسة. That is located on the lingual surface. الجهة اللينجوال الجاي between the mesial and distal marginal ridges and just incisal to the cingulum. هلا اشرح لكم اياها على الصورة هون. تتذكروا حكينا هون هاي شو بنسميها؟ هاي بنسميها الميزيال marginal ridge اللي جاية على طرف السن، وهاي بنسميها distal marginal ridge. وهون اللي فوق بالجهة اللينجوال بنسميها ايش؟ بنسميها cingulum. تمام. هلا ما بين السنجلم وما بين الميزيال والديستال مارجينال ريدجز عندنا انخفاض، هذا الانخفاض بنسميها اللينجوال فوسا. الانخفاض ما بين الارتفاعات اللي الميزيال والديستال مارجينال ريدج بنسميها فوسا. والنقطه هون اللي جايه عند السنجلم وجايه عند ما بين السنجلم والميزيال والديستال مارجينال ريدج هون عندنا شيء اسمه بيت، لينجوال بيت. هاي اللينجوال بيت زي ما حكينا هي زي حفرة صغيرة أو انخفاض صغير بيكون موجود على الجهة الخلفية للانتيريور تيث. The lingual ridge of some maxillary canines may divide the lingual surface into two fossae, a mesial fossa and a distal fossa. هلا حكينا كمان بالكينين اللينجوال سايد للكينين عنده ايش؟ عنده lingual ridge اللي هو بيجي من الكسب تب وبيضل طالع لفوق واصل للسنجلم. مرات هذا lingual ridge كمان رح يقسم لنا السن لقسمين، حيكون عندنا ميزيال فوسا وديستال فوسا. خلينا نراجع معلوماتنا. هون عندنا سنجلم، هون عندنا ميزيال مارجينال ريدج، هون عندنا ديستال مارجينال ريدج، وهون عندنا lingual ريدج. حكينا الريدجز معناتها ارتفاعات. شو هي الفوسة؟ هي انخفاضات. فهنا حيكون عندنا ما بين اللينجوال ريدج وما بين الميزيال مارجينال ريدج حيكون عندنا إشي اسمه ميزيال فوسة اللي هو انخفاض من جهة الميزيال. هون ما بين اللينجوال ريدج وما بين الديستال مارجينال ريدج حيكون عندنا الديستال فوسة اللي هي انخفاض بسيط بسطح السن على الجهة الديستال. عنا البيتس والفيشرز. البيتس والفيشرز are found at the depth of fossae and grooves caused by the incomplete fusion of enamel during tooth development. لما الإنامل والسن يبلش يتكونوا مرات بيصير عنا التحامات مش كاملة. هاي العدم الالتحامات اللي مش كاملة بسطح الإنامل رح تكون لنا إشي اسمه بيتس وفيشرز. بيجي زي الحفر زي ما حكيت لكم، شايفين زي الحفرة بالسن، وبتكون هاي الحفر تكونت لعدم اكتمال الالتحام تبع الإنامل لما السن بيكون عم يتكون. The carious bits and fissures are most likely to be located in four areas. هلا إشي عنا إشي اسمه caries. شو هي الكاريز؟ اللي هو تسوس الأسنان. وين تسوس الأسنان بصير؟ بصير عنا بأربع مواقع على سطح السن. هلا أول موقع حيكون عنا at the depth of deep grooves and pits on the occlusal surface of posterior teeth. حكينا حيكون عنا grooves والpits اللي هي الانخفاضات والخطوط اللي بتيجي على سطح الأوكلوزل للسن للposterior teeth. فمثلا شايفين هون
هون عنا groove وهون عنا groove. بهذا الجروف شو صار عنا هون؟ صار عنا تسوس. فهاي من أوائل الأماكن اللي ممكن يصير عنا فيها تسوس. تاني مكان ممكن يكون عنا باللينجوال سيرفيس of maxillary molars، بالجهة اللينجوال للماكسيلاري مولرز ممكن يصير عنا إيش؟ ممكن يصير عنا كمان تسوس caries. So caries may form at the lingual surface للماكسيلاري مولرز. وعنا بالبكال سيرفيس للمانديبولر مولرز. So البكال سيرفيس جهة البكال اللي هو للمولرز للمانديبولر مولرز يمكن يصير عنا إيش؟ كاريز، حيصير عنا تسوس. ف وهنا كمان ممكن يصير عنا وين؟ باللينجوال سيرفيس للماكسيلاري انسايزر. تذكروا هنا حكينا عنا إيش؟ هنا حكينا عنا بيت، هنا حكينا عنا فصة، هنا حكينا عنا الميزل مارجنال ريدج والديستال مارجنال ريدج. فممكن بهاي البيت بهاي الحفرة الصغيرة يصير عنا تسوس. فهيك معناته عنا التسوس ممكن يصير بأربع أماكن، بالجروفز والبيتس للبوستيرير تيث بشكل عام، ممكن يصير عنا باللينجوال سيرفيس للمكسيلاري مولرز اللي هي جاية وين؟ المكسيلاري مولرز اللي جاي بالمكسيلا المولرز اللي هي الطواحين، واللينجوال اللي هي بتكون جهة الخلفية للسن. ممكن تصير عنا بالبكل سيرفيس للمانديبولر مولرز اللي هي جاي بالفك السفلي بالطواحين. البكل سايد ممكن يصير عنا فيه كاريز، وممكن يصير كمان عنا بالبيت الموجودة بالماكسيلاري انسايزرز. هلأ بدنا نحكي عن المصطلحات اللي بنستخدمها للأناتومي كروت. بعرف يمكن طولت عليكم، ولكن هذا آخر سكشن وحيكون كم سلايد خفيف. تمام، هلا المصطلحات اللي بنستخدمها للروت عنا إشي اسمه apex، apical foramina، cervix، root trunk، forcation وforcal region. حشرحهم هلا واحدة واحدة. شو هي الapex؟ it's the tip or the peak at the end of the root. هي القمة اللي بينتهي فيها جذر السن. هاي هي الapex of root، هي قمة الجذر اللي بينتهي فيها السن. عنا الأبيكال فورامينا. إيش هي الأبيكال فورامينا؟ معناتها هاي فتحات بنلاقيها بالأبيكس. هاي الفتحات بمر خلالها الأعصاب وبتمر خلالها الأوعية الدموية. So الأبيكال فورامينا are where the nerves and blood vessels enter into the tooth pulp canals. مش حكينا هذا الأبيكس؟ تمام، وهذا أبيكس. جوا الأبيكس عنا فتحات، هاي الفتحات بنسميها أبيكال فورامينا. ومن جوا السن من جوا عنا إشي اسمه pulp canals بتمر خلالها النيرفز والبلود vessels. السيرفكس، شو هو السيرفكس؟ السيرفكس هذا هو هاي المنطقة زي ما هو مبينين لنا هون، هي بنسميها عنق السن. هي عبارة عن constricted region بتكون محاوطة السمنتو إنامل جونكشن. شو هو السمنتو إنامل جونكشن؟ هو المكان اللي بيفصل لنا الكراون عن الروت. فهاي المنطقة بنسميها سيرفكس. عندنا إشي اسمه root trunk. So root trunk or trunk base is the part of the root of a multi-rooted molar or two-rooted premolar next to the cemento enamel junction that has not yet split. شو معناته هذا الحكي؟ الروت ترنك مو موجود عنا بكل الأسنان، بس موجود عنا بالأسنان اللي إلها أكتر من جذر، مثل المولرز أو البريمولرز اللي بيكون إلهم جذرين. مرات البريمولر بيكون إله جذر واحد، فمش كل البريمولرز عندها روت ترنك. ببلش هذا الروت ترنك ببلش من وين؟ ببلش من السمنتو إنامل جونكشن من هون لحتى يوصل لقبل يعني لحتى يوصل لهون لقبل ما السن أو الجذر جذر يبلش ينقسم لجزئين. فهاي الجزء من هون لهون من السمنتو إنامل جونكشن لحتى قبل ما ينقسم الروت بنسميه روت ترنك. هلأ إشي اسمه عنا فوركيشن. فشو هو الفوركيشن؟ is the place on multi-rooted teeth where the root trunk divides into two roots.
هو الجزء بالمالتي روتد تيث. مالتي روتد معناته السن اللي له أكثر من روت. لما الروت ترانك اللي هو هون جاي هذا هو روت ترانك، تمام؟ هاي هي روت ترانك. فالفوركيشن من وين ببلش؟ ببلش من عند نهاية الروت ترانك، هاي هو الفوركيشن، معناته انقسام. الفوركيشن بيقسم لنا الروت ترانك لتو روت، هذا أول روت وهذا تاني روت. هون بهذا السن عنا bifurcation. ليش سميناهم باي؟ لأنه عنا إيش؟ كم روت عنا هون؟ عنا two roots، فهذا أول روت وهذا تاني روت، فنسميهم باي. وبهون بهذا السن كم روت عنا؟ عنا واحد اثنين ثلاثة، عنا three roots. فin this tooth شو بنسمي الفوركيشن هون؟ بنسميه trifurcation. ليش تراي؟ لأنه إله three roots. وعنا إشي اسمه الفوركال ريجن. So the focal region or interradicular space is the region or space between two or more roots. شايفين هاي المساحة الفاضية بالحمرة اللي تيجي بين ال two roots، بين هذا الروت وهذا الروت، شو بنسميها؟ بنسميها الانترراديكولار أو الفوركال ريجن.